انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة عراقية كبيرة وهي تقف أمام التلفاز رافعة يديها إلى الله وهي تشاهد عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في إحدى الآبار تدعو لإنقاذه. خلونا نشوف الصورة وراح أحكي تعليق بسيط على الصورة. طبعاً الصورة تعبر عن إنسانية الشعب العراقي، فرغم كل ما يمر به ما زال هذا الشعب العظيم يتحلى بروح الإنسانية التي افتقدها الكثير من الناس. صورة معبرة وجميلة. خلونا نشوف التعليقات اللي رافقت هذا الموضوع. أولى التعليقات تحت هاشتاج امرأة عراقية تتضامن مع طفل ريان. كنت أتمنى أطفال العراق النازحين بالمخيمات يأخذون نفس هذا الصدى والاهتمام بالإعلام. عباس الموسوي، أكيد إحنا نهتم بالنازحين والمخيمات وأطفال النازحين وتكلمنا عن هذا الموضوع في موجات البرد اللي رافقتنا بهذا الشتاء، وحاولنا نسوي كثير من التفاصيل وحاولنا أن نوصل رسالة للجهات المعنية وللحكومة بإنقاذ النازحين، لكن هذا الخبر انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي وريان كان قضية كبيرة وتم تداولها همينة. أنا كشيعي لا أعرف ريان إن كان سني أو سني، لكن علمته طفل بريء ويترجى من الله الواحد الأحد الدعاء له لإنقاذه، لكن شاءت قدرة الله أن يكون بقربه. هذه كانت التعليقات بالفيسبوك. خلونا نشوف تعليقات أخرى. كنا بالفطرة نندعي مثلها ومن حرقة قلوبنا حتى نذورة نذرنا. جمال التعليق. خلونا نشوف تعليق آخر. الله يساعد روحك يا حبيبي، شلون طلعت شلون بقيت بهالظلمة وحدك؟ شو حسيت؟ بردت؟ جعت؟ خفت؟ شو فكرت؟ لا إله إلا الله، قطعت قلوبنا والله.